المساحه. اول حاله هنا بيقول لك صوت مساحه سطح محسوب خالص واكس اكس فتحه والمستقيمه اكس تساوي ا واكس تساوي ب، فهي اخذنا لها الحاله. وبدل اكس اكس فتحه انتبه عليك، ممكن يقول لك محور الفواصل، ممكن يقول لك محور الفواصل. وبدل اكس يساوي الصفر، بس انا اعتبر هنا حدود التكامل صفر وواحد، ركز معي شوي. بجوز بدل هي لك محور ال 30، فلا تغش كلمة محور ال 30. محور ال 30 بالرياضيات تعني اكس تساوي صفر، اذا هي ما لها علاقة بشيء. بيقولوا مع سي واكس اكس فتحة والمستقيمين كذا وكذا. مشان يغشك بدل ما يقول لك اكس تساوي صفر بيقول لك ومحور ال 30، هذه ما لها حالة لحالة، هذه هنا دو. اذا اكس تساوي صفر هو نفسه مين؟ محور ال 30. الحالة الثانية ترجموا بدل اكس اكس فتحة هاي بيقول لك احسب مساحة المنطقة المحصورة او المحددة بالخط سي، هي اول وحدة. وبدل هاي بيقول لك المستقيم دلتا، غيرها، الذي معادلته، طبعا دلتا له حالتين، قد يكون افقي مثلا الواي تساوي عدد، هذا افقي، وقد يكون واي يساوي ا اكس زائد ب، هذا مالك. هذاك افقي وهذا مالك. بطبيعة الحال والمستقيمين اكس تساوي ال واكس تساوي ال. اذا نشوف الفرق بالجملة بين هي وهي، هون شو القانون؟ اس تساوي، منيح هيك سرعة هيك جنبك، اس تساوي تكامل من ا ل ب، قلت ليش رجعت لورا يا امجد؟ وين عم جاي؟ نرجع ترى. إمام شو بنقول عن البنات؟ بيقربوا. بنوتة تجي لقدام بزان تعال. مش ماشي الحال؟ يا. تبع التكامل. تابع تبع الخط العلوي ناقص الخط السفلي، يعني بدك تعين على الرسم. تابع تبع الخط العلوي ناقص التابع تبع الخط السفلي، يعني اذا الاف اكس، اذا سي اعلى من دلتا بتقول اف اكس ناقص واي دلتا، اذا دلتا اعلى من سي بتقول واي دلتا ناقص اف اكس، اذا العلوي ناقص مين العلوي؟ ممكن يكون اف اكس، ممكن يكون واي دلتا، والسفلي ممكن يكون اف اكس، ممكن يكون واي دلتا. زين هاي الى حالتين حسب الخط العلوي، يعني ممكن يكون تكامل اف اكس ناقص واي دلتا ب اكس بين ال ا وال ب، او العكس تكامل واي دلتا ناقص مين؟ اف اكس بين ال ا. إذا حسب الأعلى إما هاي أو هاي. إما هاي أو هاي. اطلع اطلع ارجع لعند ارجع ابد، حصلتها من على الحال. يلا
ملاحظاتها. إذا ما عرفنا مين الخط العلوي، ناخذ عدد بين A و B، ومنعوضه بين A و B، ومنعوضه بالتابعين. مين التابعين؟ المستقيم هذا والاف اكس، يعني الواي زد والاف اكس متابعين سوا. إذا ما عرفنا مين الخط العلوي، ناخذ عدد بين A و B ونعوضه بالتابعين. واللي جوابه أكبر هو الأعلى. الخط الأعلى. ملاحظة ثانية. إذا سكرت معنا. ما عرفنا نرسم ولا نعوض، ناخذ القانون والقيمة المطلقة وبناخذ العلامة إن شاء الله. كيف يعني بصير القانون؟ انتبه، بصير عندك S تساوي تكامل بالقيمة المطلقة لـ Fx ناقص Y بالقيمة المطلقة. أخذنا القانون. اشتغل نظامي بس حتحط شو القيمة؟ مطلق. طبعاً بين A و B. هون ما فرق معك بين الأعلى ومين الأخر. إذا اشتغل وقت ضيق بالامتحان خلص خذها فوراً قيمة مطلقة. ملاحظة الثالثة. طب نعرف شو هذول A و B؟ إذا كانت حدود التكامل مفقودة. فإننا نوجد A و B عن طريق الحل المشترك، بين Fx و Y delta. بس هالشو قايل لك انا هون Y تساوي 5، بتروح بدل Fx بتحط 5 بتحصل X. بس هالشو قايل لك Y تساوي 2 زائد 3 بدل Fx، Y نفس Fx بتحط 2 زائد 3 بتكون رجع Fx بتحل محلا مشترك. ناخذ امثله هاي، وين هدول المثال؟ رجعوا لنا على اي صفحه؟ 11. رجعوا نشوف مثال صفحة 11. طور التالي. 11 طور التالي. تحسب مساحة السطح المحدد بي سي ودلتا والمستقيمين 0 و 2. بي سي ودلتا والمستقيمين 0 و 2. كيف نعرف ان احنا ضمن هذه الحالة لو وين كلمة ودلتا؟ مبين. ما قال لك واي اكس اكس فتحة، قال لك ودلتا. بتروح على الرسمة. هو عشان نعرف دلتا بالسؤال، اعطينا دلتا بالسؤال. شو هو دلتا؟ واي يساوي اكس ناقص واي. وين الاكس شو هو؟ اكس زائد اكس على تحت الجذر اكس مربع زائد. يا من أين الرسم لنعرف الخط العلوي؟ شوف الرسم.
خير. هيا بس والواي دلتا هو المستقيم الافضل. ديروا له نقطتين واحد ناقص واحد. هذا اثنين ها؟ هذا مقارب للهجية من جهة اليسار. المنطقة اللي بدي اياها قال لك بين السي وواي دلتا والمستقيمين صفر واثنين. هاي الصفر هذا مو واحد، هذا شو هذا؟ صفر. هاي الصفر اكس تساوي صفر، هاي اكس تساوي اثنين، المنطقة بيناتهم. لحظة الله. راح نعمل هالمنطقة. اكس تساوي صفر ليه؟ اكس تساوي اثنين ليه؟ سي هذا الأزرق ليه؟ دلتا هذا الأخضر. كل منطقة لها أربع حدود ليه؟ ضمن هذه المنطقة مين أعلى بهالمنطقة؟ خلاص طلع هون هون صفر لكل هدول. ضمن هذه المنطقة مين الخط العلوي؟ سي ولا دلتا؟ سي. معناها القانون صار تكامل. اف اكس ناقص واي لانه السي اعلى من دلتا، فشو بنكتبها هون؟ اف اكس ناقص واي بين مين ومين؟ بين الصفر واثنين. بطلع على تعال على الوضع. الاف اكس ليكا اكس زائد اكس على تحت الجذر اكس مربع زائد ناقص واي دلتا. افتح قوس حطهم لهون. بدها تفك القوس بدها تصير ناقص اكس زائد واحد، بدها تروح ناقص اكس مع زائد اكس. بدها تروح المقدار زائد واحد، يعني صار التكامل اللي بدنا اياه. هالجهه شو هو؟ اس تساوي تكامل من صفر لاثنين واحد زائد اكس على تحت الجذر اكس مربع. هذا اللي انا بدي كامله بإكس. مين هذا السؤال؟ إذا ما عرفت مين الأعلى وضع الطرسة، قيمة منطقة يا سوريا بين شحن. مين هذا السؤال؟ تفضلي. بعيدة كلامي، تعيني على المنطقة، مين الخط الأعلى؟ سي ولا دلتا؟ سي. بتقول لي إف إكس ناقص واي دلتا. لو دلتا أعلى بتقول لي واي دلتا ناقص إف إكس. بتعوضي اف اكس وتعوضي واي دلتا جوا قوسين بتفك القوس بتروح الاكس مع الاكس بضل المقدار مع الواحد. هلا بدك تطلعي التكامل. هلا بنرجع لدرس التكامل، بدي يكون عندك مهارات بالتكامل عشان تقدر تطلع كيف؟ يا نحن بنوضع حاطينكم فقط الجواب هو جذر الاكس زائد واحد، يعني تاركين التعويض عليك وتاركين الحساب عليك. تاخذوا وظيفه ولا بحلها؟ شو؟ حلوه ولا وظيفه؟ وظيفه. لما بجرب فيها حضرتك مثلا ما كان لتذكر اذا اخذنا. ايه اخذنا وظيفه. اخذناها من حالات تذكر حاله خاصه جوا تبعيه الجذر. بدي يكون البسط مشتق ما تحت الجذر. شو مشتق ما تحت الجذر؟ اثنين. اي نوع؟ اكس. شو ناقص هاي؟ اثنين. نقوم باثنين خسر. هي لهي. اما تكامل الواحد شو هو؟ اكس. صارت سهله كملوا لنا اياها بيطلع نفس الجواب. وين في السهل؟ شقلب لنا شو مساحات؟ طيب باقي المساحات بالوظائف الى اخره صار وظائف لكم بالجنب. صفحة 15 الطلب الثالث. احسب مساحة السطح المحصور بين السي والمستقيم واي يساوي الواحد والمحور واي واي فتح. هون في خدعة بالسؤال
تماشي. سي مستقيم ان الحالة الثانية بالمخطط اللي عملناه هي دلتا تعتبر. بس وين الحدود التكامل؟ حدود التكامل ما هو قايل لك المحور واي واي فتحة هذا معادل اكس تساوي الصفر. اذا انا بقول لك محور واي واي فتحة بقصد اكس تساوي الصفر. وين الحد الثاني للتكامل؟ انا بعرفان بس واحد منهم. اذا هنا الحد الثاني للتكامل، اذا نحن ما بنعرف حدود التكامل منقاطع نطلع الحل المشترك لدلتا مع المستقيم، وهذا نحن لما شرحناه ايام الشرح متقاطعين بنقطه. اذا الحد الثاني هو نقطه التقاطع، احنا اخذنا اعتقد لوغاريتم 2، تعال نتاكد. فوق شو طالع نقطه التقاطع؟ بالوضع النسبي ورا شو كنا الحل؟ مو لوغاريتم 2 طلعت معنا سابقا؟ الجدول عينه لوغاريتم 2. اذا اكس يساوي لوغاريتم، إذا من وين بيجي الحد الثاني؟ من نقطة التقاطع. طبعا على الرسمة مبينة، تعالوا نشوف. نرسم الرسمة على السريع من الصفحة. هاي الواي تساوي الواحد. هذا هو الدلتا. وين المنطقة؟ ركز معي. بين محور الوايات يعني اكس تساوي الصفر هاد. لوغاريتم 2 هو 0.6 تقريبا هاد. هذا هو النقطة التقاطعية لوغاريتم. وهذا لوغاريتم. ودلتا ليكا. وين وسي ليكا. صارت المنطقة لك. هذه هي المنطقة. بهالمكان. شوف. من اليسار صفر. من اليمين لوغاريتم 2. من فوق دلتا ومن تحت سي. يعني كلها بقية ما يعلم. هيك صارت قصة. مين أعلى؟ أي جامعة؟ الدلتا أعلى من سي. فلما بدك تكتب القانون بدك تقول له واي دلتا ناقص اكس. ليه؟ لانه الدلتا اعلى من سي. بين مين ومين؟ بين الصفر ولوغاريتم 2. طبعا بتعوض الواي دلتا 5 ناقص والاف اكس قديش؟ محلوله عندكم ولا محلوله؟ 5 ناقص التابع اطرحهم كمل الحل. واحد تكامل لهذا سهل. الدلتا واحد ولا خمسة؟ واحد. واحد ناقص. وهون بتعوضها لمين؟ لاف اكس بيطلع معنا الناتج بنكامله موجود ورا. طبعا عم يطلع معكم اي اس وحدة من التكاملات عم تطلع اي اس 2 اكس. هي كيف بنكاملها؟ اي اس 2 اكس كيف بنكاملها؟ واحد على امثال اكس بالتابع نفسه. خلنا على واحد على ا ضرب التابع نفسه وهكذا. بعدين نعوض الحد العلوي ناقص الحد السفلي. الجواب شو طالع؟ نص. جواب المساحه دائما لازم يطلع معنا موجب. اظن